خليني أخذ كمان مكالمة من الأخ عمار. أهلا وسهلا أخ عمار، أنت معانا على الهواء. حبيبي أخ نزار، يسعد أوقاتكم. حبيبي ربنا يباركك يا أخ عمار، إذا في عندك هيك كلمة تشارك فيها وتشجع إخوتك وإخوتك العابرين. أكيد حبيبي أكيد. هذا اليوم كان انتصار عظيم من شخص الرب، إنه قبل يقبل جميع الناس لإله، إن كان عابرين، إن كان مسلم، ولا من أي طائفة، ولا من أي عرق، ولا من أي دين. طبعا هذا امتياز عظيم، وهذا اليوم كثير أنا بحب شجع أخوتي أخواتي أن يسابروا على محبة الرب وعلى تقدير الرب، لأنه يكفي أنه تعلق على الصليب وسفك دمه ومات من أجلنا لحتى نحن نقوم بموته ونقوم بحياة جديدة مع شخص الرب. هذا امتياز عظيم لنا ولكل الإخوة ولكل العابرين بالأخص كمان، وهذا امتياز عظيم لنا، نشكر الله وشكرا لكل شخص عم يحكي بكلمة الرب وعم يوصل رسالته. بشكرك لك أخ نزار، بشكر القناة وبشكر أي قناة عم تحكي بكلمة الرب يسوع المسيح، وهذا كثير امتياز لي. وبتمنى نحن ما شفنا شيء من الاضطهاد اللي شافوه الرسل والتلاميذ، بس نحن إنه امتياز عظيم لأنه إني بهاليوم هذه بركة خاصة، وكثير رائع إني نلتقى بهاليوم مع أخوتي وأخواتي يسمعوا هذه الكلمة الصريحة اللي نقلتني من موت لحياة. فأنا بحب صلي بهاليوم الكلمة. يا إلهنا المبارك، ربنا إلهنا القدير، يسوع المسيح الذي أنت بيك فيك نحيا ونوجد ونتحرك، أنت إله الأمس واليوم وإلى الأبد. يا إلهنا بارك شعبك بهالأيام يا رب، بارك كل مضطهد وكل شخص ابن يا رب، روح القدس اللي أنت زرعته فينا يا رب لحتى نقبلك مخلص لحياتنا يا رب، سود على هالبلاد يا رب، وأنت تبارك يا رب شعبك وتبارك أولادك، بارك أحبائك، بارك عيالنا أولادنا أطفالنا مستقبلنا يا رب، خدمتنا وسع تخومك يا رب في جميع أنحاء العالم يا رب، أرجوك بوضع يا رب جميع أنحاء العالم يا رب، بالأخص يا رب هيدا من كورونا يا رب، إنك أنت يا رب تقيد يا رب، صلي لك من أجل كل بلد يا رب في حرب واضطهاد يا رب، اجعلها لمجد اسمك يا رب لحتى توصل كلمتك، لأنه يا رب الاضطهاد جلنا مبشرين يا رب في خدمتك. يا إلهنا الصالح باركنا، بارك يا رب شعبك، بارك أولادك أحبائك، يا إلهنا الصالح شجعنا قوينا باركنا فيض علينا يا رب، استخدم يا رب كل محطة، كل أخ، كل أسيس، كل أخوة، كل أخت، كل بركة يا رب، لأن كل ترنيمة كل كلمة يا رب تنطق بمجدك يا رب. أنت قلت سكت هؤلاء القوم، الحجارة تتكلم، لكن يا رب أنت بدك نحن يانا نتكلم يا رب، أنت قادر تعمل يا رب خليقة جديدة بإيدك، لكن بدك يانا نحن نشتغل فيها يا رب، مثل ما قلت لألي عازر هلما خارجا فخرج ألي عازر، لكن أنت قلت للتلاميذ حلوه يا رب، اللي أخرى اللي أحيا الميت قادر يا رب أني حل، لكن أنت ردت أنك تقلنا حلو يا رب، وكل شخص يا رب يوضع يوضع أمامنا يا رب بكلمتك وبسلطانك، نأمر يا رب بالبركة عليه وخلاص نفسه باسم المسيح، أصلي يا أبانا آمين آمين آمين. شكرا أخ عمار، أخ عمار حبيبي بحبه كتير كتير، هو وزوجته وأولاده كلهن مؤمنين بالرب يسوع المسيح، وهذا مش كلام أحبائي، مرات بتفكروا إنه اللي بيجي للمسيح، لا لا بيجي عن اقتناع. عمار كان، معلش سامحني أنا بدي أقولها يا أخ عمار، عمار كان إرهابي
لكن لمسته نعمة الرب وصار مؤمن بالرب يسوع المسيح. كان بدي فجر نفسه وآخرين، لكن الرب لمسه بقوة الروح القدس. ما هي كلمة دوناموس أو دونامس في اللغة اليونانية بتعني يعني الدينامو مولد، أو بتعني شيء متفجر. ففعلا الروح القدس فجر فيه محبة جديدة لخدمة المسيح وشعب الله. ربنا يباركك يا أخ عمار.